ويكون العبد وحيين. الجمهور معنا سيصوم يغادر وتبقى الملكات فيصعد الفتيات الى المصر. مصمم الأزياء العالمي محمود غالي فليتفضل.
ارفع لي الصلاه في دعاء المهربان وايضا اعضاء لجنه التحكيم ويشرف فليتفضل لمصر حضره الدكتور حمد النصر رئيس المسابقه وشركاء النجاح معها السيده سعاد الشامي نائب رئيس المهربان ووكيل المغرب وبلجيكا الاعلاميه حنان حسين نائب رئيس المهربان والاستاذ ايهاب سليم والاستاذ حماده السنوسي والمخرج الكبير حسام الدين صلاح والسيده شذى البياتي فليتفضل. والآن جاءت اللحظة الحاسمة فلتتقدم الفتيات إلى المسرح والبنات يتحلين بلبس المصمم سيد جدي بعرض أزياء